أيها الحبل الكريم، عشاق الأصالة والتراث، لا زالت انطلاقاتنا متواصلة، تحدياتنا مستمرة من إبريس الميادين، ميدان رقيعات. على بركة الله ينطلق شوطنا الخامس الخاص بالابكار الفطامين 1500 متر. اسير وابحر مع البدايه مع المقدمه اليمامه من تتقدم حمداب بسعيد بن خليفه الدرع، ولكن الوصول من قبل الشاهينيه حميد بن علي بسعيد الدرع والمركز الثالث. الله ارصد القادم هناك من الجانب الاخر الواصل في هذه اللحظات المثيره الخطيره الواصله شقره محمد بسعيد بن حير الدرعي، ولكن ينخطب ما شاء الله الشاهينية هزاع بن حمد بن محمد الدرعي باحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح. المركز الثاني هناك افراح احمد بن سيف بن محمد الدرع، وايضا الواصل العزومة سالم خليفة بن محمد الدرع. يا هذه الاسماء القوية، الاسماء المثيرة التي تسير وتنطلق مع هذه اللحظات. البداية، وين البداية؟ ما شاء الله، كوكبة كوكبة سداسية على البداية الأولى على الصدارة. ارصد المقدمة العزوم، ولكن ينخطف من قبل الشاهينية علي بن راشد بن حمود الدرعي، غير مع البداية، انفرد وروح إلى البداية، روح إلى خط النهاية. الله، يا سلام يا سلام، اللحظات المثيرة. تابع هذه العروض، العروض الخطيرة اللي تتقدم الشاهينية علي بن راشد بن حمود الدرعي من ياتي، ولكن أيضا الوصول الوارية ملك سالم بن محمد بن سالم الدرعي. اللحظات الأخيرة لمالك الشاهينية، لحظات وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. تهانينا والناموس، لحظات وصول الشاهينية علي بن راشد بن حمود الدرعي، واسعد الله صباحك على هذا الفوز وفوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت اللي هي الوارية سالم بن محمد بن سالم الدرعي. المركز الثالث العزوم سالم بخليل بن محمد درعي. التوقيت الزمني 2:11 التوقيت الافضل على ما يبدو لي. التوقيت الافضل اذا مع الشاهينيه علي بن راشد بن حمود الدرعي، واسعد الله صباحك على هذا الفوز الشاهينيه.